استأذنك لو في عرض أستاذ أحمد. تمام، نبدأ بأول محور طبعا اللي هو الإحماء. طبعا لحارس المرمى خصوصية من حيث إعداده وتجهيزه، فالإحماء الجيد يثمر عن أدائه بمستوى مرتفع في الوحدة التدريبية، حيث يتطلب قدرته على القيام برد الفعل السريع والأداء الحركي. فمن أهم أهداف الإحماء هو اكتساب الحارس الرشاقة والمرونة للمفاصل وإطالة العضلات والقدرة وتحمل القوة والسرعة الحركية. يعني إجمالا بنقول إن إحماء حارس المرمى بيختلف عن لاعبي كرة القدم من حيث طبعا الأداء والأداءات المهارية والشكل والمضمون. كذلك أيضا إن الإحماء الجيد بيثمر عن مستوى جيد في الوحدة التدريبية أو المباراة. كذلك إن بيكون الإحماء طبعا بيعتمد على مرونة المفاصل وإطالة للعضلات، وكذلك بعض القدرات البدنية زي القوة مدى السرعة والسرعة الحركية والرشاقة والمرونة. وممكن نحدد محتويات الإحماء زي ما احنا نقول دلوقتي، التمهيد بالجري الخفيف أو السلايد بعد إذنك. أو السلايد يتحدث الحين طبعا، ما تيجي السلايد. تمام، او سلايد الاحماء. تمهيد بجري خفيف مع تنطيط الكره او قصفها والوزن بقدم واحده او الارتقاء او كلتا القدمين لالتقاطها من اعلى، والمشي مع ثاني الجزء وضع حركه الكره باليدين على الارض. دي نماذج بسيطه للاحماء طبعا، ان عن طريق طبعا الجري وعمل دريبل بالكوره او قصفها طبعا لاعلى، ارتقاء بالقدم اليمنى او القدم اليسرى، او انثناء الجزء ودحرجه الكره طبعا يمينا ويسارا او للامام. دي كلها اشكال بسيطه من اشكال الاحماء. ممكن يكون برضو الاحماء عباره عن تمرينات لتهيئه العناصر البدنيه والحركيه، وكذلك الاحماء برضو ممكن يكون احماء بالكوره، وكذلك يراعى عدم اداء تمرينات الاحماء الخاصه بالعناصر البدنيه قبل المباراه. يعني ما اجيش قبل المباراه واعمل طبعا تدريبات قوه مظهر السرعه او قوه قصوى او تحمل قوه او من ذلك، لا، بيكون طبعا الاحماء بيقتصر على تمرينات المرونه للمفاصل والاطالات للعضلات، وكذلك الرشاقه وبعض تغيير الاتجاهات سواء كان الكلام ده بكوره او بدون كوره، او تدريبات في الصوره فرديه او بكوره او بدون كوره، او تدريبات زوجيه بكوره او بدون كوره. انتقل لانواع الاحماء. طبعا الاحماء يعني قد يعني يرى البعض ان الاحماء شيء بسيط، ولكنه طبعا شيء بيحتوي على كثير من المعلومات الهامه واللي فيها اثراء للمدرب طبعا لابد ان هو ينتبه ليها. الاحماء في عندي نوعين، الاحماء العام والاحماء الخاص. الاحماء العام طبعا يهدف الى رفع درجه استعداد اجهزه واعضاء جسم الحارس بصوره عامه لممارسه كره القدم سواء كان في الوحده التدريبيه او في المباراه. الاحماء العام طبعا غرض منه ان هو بيهيئ الاجهزه الحيويه، وبخاصه طبعا القلب والرئتين والدوره الدمويه وما الى ذلك، من خلال طبعا الاربطه والمفاصل والعضلات استعدادا للوحده التدريبيه او المباراه. كذلك بنستخدم في استخدام تمرينات الجري الخفيف مع ارتباطه بالتمرينات البنائيه العامه التي تكسب العضلات صفه الاسترخاء والمصطيه، وكذلك بعض تمرينات المرونه للمفاصل. يعني بعتمد في الاحماء العام على المرونه للمفاصل والاطالات للعضلات، وكذلك التدريبات الجري الخفيفه المتنوع بكل انواعه. بعد كده انتقل للاحماء الخاص اللي هو يحل محل الاحماء العام تدريجيا. وطبعا ده الغرض منه ان احنا بنهيئ اللاعب من جميع النواحي البدنيه والمهاريه والخططيه والنفسيه والذهنيه للمجهود المنتظر سواء كان في وحده تدريب او المباراه. مناسبه الاحماء مع ما سوف يليه في الجزء الرئيسي من التمرينات، يعني لابد ان الاحماء بيخدم الجزء الرئيسي سواء كان الاعداد البدني او المهاري او الخططي. انتقل لاهداف الاحماء، وتعتبر اهداف الاحماء طبعا اهداف فسيولوجيه، ان هو بيساعد او بيحصل سرعه ضربات القلب وزياده ما يدفع من الدم في كل ضربه، اتساع الاوعيه الدمويه طبعا اثناء الاحماء، زياده سرعه التهويه الرئويه وذلك بزياده كميه الهواء المستنشق حتى يصبح النفس اعمق واسرع، يعني هنا بيزود السعه الرئويه وبيزود طبعا كميه الاكسجين الواصله للرئتين. اكساب العضلات الاسترخاء والاطاله المطلوبه للاداء، يعني في حاله الاحماء الجيد بتكون العضلات في حاله استرخاء وفي حاله مطاطيه كامله. بيرفع درجه حراره الجسم، الوصول لاقصى درجه استجابه رد الفعل. طبعا الحماية الجيد يثمر عن رد فعل سريع لحارس المرمى واستجابات للمسيرات المختلفه. الوصول لاستثاره انفعاليه ايجابيه، يعني بيكون في انفعالات ايجابيه من خلال الاحماء الجيد لممارسه التدريب او المباراه. العمل على الوصول الى اقصى استعداد نفسي للتدريب او المباراه. الاحماء الجيد يؤهل اللاعب او الحارس نفسيا للتدريب او المباراه. انتقل لبعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الاحماء.
طبعا من الاهميه اختيار التمرينات بحيث تتناسب مع الهدف الرئيسي لوحده التدريب. لابد التمرينات تكون مناسبه مع الاهداف الرئيسيه اللي بشتغل عليها، سواء كانت اهداف بدنيه، مهاريه، خططيه، ايا كان. يمكن استخدام بعض الوسائل المساعده في اجراء الاحماء، مثل اداء بعض انواع التدليك او استخدام الدهانات التي تسهم في تدفئه العضلات. وطبعا ده يخص طبعا اللي هم حراس المستويات العليا او الدرجه الاولى، اللي هو بيستخدم اي نوع من الوسائل المساعده في الاحماء زي البراهم التدليك او الدهانات المختلفه. يجب اختيار التمرينات المتدرجه المناسبه والتي تبدا سهله نشطه ثم تزداد صعوبه. يجب ان لا يؤدي الاحماء الى اجهاد اللاعب وشعوره بالاعياء، وبذلك لا يحقق الهدف المرجو منه. يعني تدريبات برضه زي اي تدريبات انا بشتغل عليها بالنسبه للاحماء، انها بتكون متدرجه الصعوبه من السهل الى الصعب. وكذلك انا لا اصل الى حارس المرمى انه الى مرحله الاعياء في الاحماء، علشان حتى هذا يبعدني تماما عن الهدف الرئيسي. يفضل ان يكون الاحماء فرديا على الاقل في جزء الاحماء الخاص. طبعا مهم ان الحراس طبعا في المستويات العاليه او الدرجه الاولى دول دايما بيتجهوا في الاحماء الخاص بشكل فردي individual، علشان طبعا ده يعني بيكون مناسب لامكانياتهم، لان بيبقى عندهم اختلافات في العديد من المقاييس الجسميه وقدراتهم البدنيه والمهاريه والخططيه والنفسيه. من الاهميه مراعاه عنصر التنويع في الاحماء، يعني دايما احنا بننوع في عنصر الاحماء، ما يبقاش تقليدي، ممكن بادوات، بدون ادوات، ممكن باستخدام الكرات، باستخدام طبعا الادوات البديله، ايا كان شكل التنويع في الاحماء. في حاله الجو البارد طبعا يفضل ارتداء اللاعبين لبدله التدريب للاسهام في سرعه الاحماء. يعني ده ضروري طبعا. النقطه الثانيه برضو من الاهميه مراعاه تناسب الاحماء مع الفصول العام، يعني دايما لو كان عندي طبعا احماء في الصيف بنحاول نخفف شويه من الاحماء الى حد ما، لما لكن لو كان في فصل الشتاء لابد ان احنا نزود درجه الاحماء قليلا علشان نوصل لدرجه الحراره المناسبه. في الاطارات طبعا انا هقول فيها جزئيه مهمه ومش هطول فيها كتير عشان بس يعني تقديرا للوقت. الاطالات طبعا لابد ان يهتم حارس المرمى بالاطالات لتجهيز وتهيئه المجموعات العضليه العامله على الاداءات المهاريه المتنوعه وغيرها من التدريبات البدنيه خلال الوحده التدريبيه، حتى تصبح العضلات مهيئه وجاهزه لاي متغير يطرق عليها. ويجب الاهتمام بكافه المجموعات العضليه دون القصور في احداها، حتى لا تحدث اصابه او يظهر التعب عليها من خلال عدم الوصول الى التكيف مع الحمل الواقع عليها. بمعنى دي جزئيه مهمه جدا، الاحماء اهتم بيه طبعا واعتني بيه جدا، لان طبعا انا المفروض اجهز كل المجموعات العضليه سواء كانت العضلات الاماميه او الخلفيه او الضمه، طبعا دي علشان تساعدني في التهيئه لاداء الاداءات المهاريه المتنوعه المختلفه لحارس المرمى. كذلك كل العضلات بتبقى بشتغل عليها علشان ما افقدش او ما اثرش في مجموعه من المجموعات العضليه، لان ده ممكن يحدث اصابه او يحدث تعب، لان طبعا لابد من خلال الاطالات الجيده لابد انها بيوصل هنا الحارس الى مرحله التكيف مع الاحمال البدنيه الواقعه عليه. نماذج سريعه كده للاطالات طبعا كلنا عارفينها، ان احنا بنقول في تمرينات طبعا زي دي كده الغرض منها طبعا العضلات العامله هنا هي العضلات الخلفيه. برضه في نماذج ثانيه للعضلات الاماميه لتدريبات الاطالات في الشريحه الثانيه. الشريحه اللي بعدها برضه نماذج للعضلات الضمه. مش هنقولها تفصيلا طبعا، احنا قلناها سريعا كده عشان ننتقل للجزء اللي فيه كلام كتير، اللي هي عناصر اللياقه البدنيه الخاصه بحارس المرمى. طبعا هنا جميع العناصر تعتبر لها الاهميه والضروريه لحارس المرمى بصفه عامه، ولكن ان في عندي مجموعه من القدرات البدنيه زي القدره العضليه والرشاقه والمرونه والتوافق وسرعه رد الفعل والتوازن والتحمل. لما اقول قدره عضليه انا بقول دي دايما بتبقى معايا طول الموسم لاولوياتها طبعا واهميتها، ولكن طبعا في معايا القوه القصوى وتحمل القوه، ولكن القوه القصوى طبعا بستخدمها في مرحله الاعداد العام. الرشاقه والمرونه والتوافق انا قلت سرعه رد الفعل فقط، لا انا بقول دي ليها اولويات، يعني دايما بتفضل معايا خلال الموسم بحتاجها لمواقف اللعب المختلفه، لكن طبعا بدرب على السرعه وتحمل السرعه. فاذا كل العناصر مهمه بالنسبه لي. بعد كده همسك حاجه حاجه او قدره بدنيه واتكلم على تعريفاتها. اول حاجه القدره العضليه او قوه مدى السرعه، تعريفاتها هي القدره على التغلب المتكرر على مقاومات باستخدام سرعه حركيه مرتفعه. تعني مقدره العضلات في التغلب على مقاومات باستخدام سرعه حركيه عاليه. تعريف اخر تعني انتاج اكبر قوه ممكنه في اقصر وقت مع اكبر قدر من الفعاليه والكفاءه. يعني هي قدره بتجمع بين القوه والسرعه، وان انا بتؤدى باستخدام سرعه حركيه عاليه. في شروط هامه للقدره العضليه، ثلاث شروط هامه جدا، ان التدريبات طبعا تتميز بدرجه عاليه من القوه، درجه عاليه من السرعه، درجه عاليه من المهارات الحركيه لدمج القوه والسرعه. طيب ايه اهميه القدره العضليه لحارس المرمى؟ مهم جدا نعرف كل اهميه لكل عنصر بشتغل عليه. اهميه القدره العضليه هنا
بقول يتضح ذلك في وثب حارس المرمى لأعلى للتعامل مع الكرات أو الارتقاء وأداء التمريرات باليد والقدم وضربات الكرة بالقبضة. يعني بيفيدني القوة المذهب بالسرعة، بتفيدني إن الحارس بيقدر يتعامل مع الكرات العالية أو الكرات العرضية أو الكرات الأمامية الطويلة، إن بيبدأ في مرحلة ارتقاءات، هذه الارتقاءات بتعتمد على القوة المذهب بالسرعة. كذلك التمريرات الحارس باليد وركلات المرمى وكذلك ضرب الكرة بالقبضة، كل دي بتحتاج إلى قوة مذهب السرعة، لكن المكون اللي هو القوة القصوى بحكم طبيعة أداء مهام مركزه لا يحتاجها كثيرا، ولكن في مرحلة الإعداد العام بحتاجها طبعا من الأولويات. بعد كده أنتقل إلى عنصر الرشاقة، ونقول تعريفات طبعا. هي عبارة عن قدرة الفرد على تغيير أوضاعه المختلفة على الأرض أو في الهواء أو حتى الماء، واتخاذ أوضاع جديدة للنجاح في تحقيق هدف معين. اثنين، هي القدرة على تغيير الاتجاهات بدون فقدان في السرعة والتوازن والتحكم في الجسم. ثلاثة، بأنها سرعة تغيير أوضاع الجسم أو تغيير اتجاه على الأرض أو في الهواء. إجمالا من الثلاث تعريفات بقول إن النشاط هي القدرة إن إحنا بنغير وضع الجسم سواء كان على الأرض أو في الهواء، ولكن إن أنا لابد إن أنا ما أفقدش لا السرعة ولا التوازن ولا التحكم في الجسم. طيب، اشتراطات تراعى عند تنمية النشاط. في عندي يجب التفكير في تطويرها منذ الطفوله حيث تسمح الاجهزه الوظيفيه بالتكيف معها. نقطه مهمه جدا لمدربين البراعم، بنقول يا جماعه ان الرشاقه عنصر اساسي في مرحله السن المبكر. ليه؟ لان هنقول النقطه الثانيه هتوضح الكلام ده. مراعاه الراحه عند الاكثار من عنصر الرشاقه طبعا، لانها عبء بتسبب عبء على الجهاز العصبي وبالتالي فهي تؤدي الى التعب. لان طبعا تدريبات الرشاقه الولد بيجري مثلا للامام او جانبي بالوجه او بالظهر او للامام والخلف او في اشكال متعدده، فطبعا دي بتؤدي هذه المسيرات المتنوعه تحدث نوع من التعب في الجهاز العصبي، فلا بد من التدريب عليها في السن المبكر. ثالث حاجه، التدريب الفتري من انسب طرق التدريب المستخدمه في تطويرها لانها توفر الراحه الكافيه للاستمرار في الاداء. يعني برضو انا بستخدم يفضل طريقه التدريب الفتري، مهمه جدا لانها بتراعي الراحات المستخدمه في تدريب الرشاقه. بعد كده عندي اهميه الرشاقه عامه، هقولها طبعا سريعا وهتكلم اهميه الرشاقه لحارس المرمى افصل فيها اكتر. يعني اهميه الرشاقه طبعا ترتبط بكافه المهارات الحركيه والعديد من العناصر البدنيه في كثير من الرياضات. تعتبر الرشاقه من اهم متطلبات التخصصات الرياضيه التي يحتاج تنفيذها الى تغيير اتجاهات وسرعات ودمج عدد من المهارات في اطار واحد، كما في الرياضات الجماعيه كره القدم والسله واليد والطايره والهوكي بشكل عام. نيجي بقى للناحيه التخصصيه بتاعتنا اللي تخصنا، اللي هي اهميه الرشاقه لحارس المرمى. تعتبر الرشاقة من أهم العناصر ذات الصلة الوثيقة بأداء حارس المرمى، نظرا لألا ما تعنيه هو قدرة اللاعب على تغيير جسمه على الأرض أو في الهواء. يعني مهم جدا لحارس المرمى عنصر الرشاقة لأنه بيعطيه القدرة إن هو يقدر يتعامل في أي موقف في المباراة، ولكن قدرته على تغيير جسمه وضع جسمه في الأرض أو في الهواء، وكذلك طبعا لكن لابد أن يكون بسرعة وتوقيت سليم وانسيابية وتوافق في الأداء. طبعا ده بنراه في جميع مهارات حارس المرمى سواء كان بالكره او بدون كره وداخل المرمى، وقدرته طبعا على تغيير اتجاهاته من حيث مسار الكره وموقعها والمنافسين. بعد كده انواع الرشاقه، في عندي نوعين من الرشاقه رئيسيين، هما طبعا الرشاقه العامه وبقول فيها المقدره على اداء واجب حركي يتسم بالتنوع والاختلاف والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سليم. يعني هنا بديك واجب حركي اللي هو التمرين اللي بشتغله لعنصر الرشاقة، بيتميز بالتنوع والاختلاف والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سليم، دي كلها مرتبطة بعنصر الرشاقة. أما الرشاقة الخاصة فهي تخص اللعبة التخصصية اللي هي حراسة المرمى تحديدا، إنها مقدرة على أداء واجب حركي، ولكن كل المهارات يعني تمرينات الرشاقة بتبقى مرتبطة ب وظيفة الرشاقة في لحارس المرمى التخصصية من حيث واجبات بديها له أو خصائص أو تركيب حركي مناسبة ومتوافقة مع شكل المنافسة في الرياضة التخصصية اللي هي مثلا وليكن حارس مرمى، فبدي له تمرينات تخصصية في رشاقة خاصة بحارس المرمى. بعد كده أنتقل لعنصر المرونة. هنا هنقول تعريفات المرونة برضو، مدى سهولة الحركة في مفاصل جسم اللاعب ولا تمكنه من اداء الحركات في المدى المطلوب، او المدى الحركي المتاح في المفصل او عدد من المفاصل، او مقدره مفاصل الجسم على العمل من مدى حركي واسع. يعني المرونه بصفه عامه هي قدره المفاصل على اداء الواجب الحركي على اكمل وجه او على مدى واسع. لكن هناك تنميه المرونه والمططيه بيكون فيها اشتراطات. هناك اشتراطات لتنميه المرونه والاطاله الثابته. بنستخدمها طبعا عند الرغبه في التنميه السريعه ولكنها تتعادل مع الطريقه المتحركه بمرور الوقت.
يعني عندي المدام من المرونه والاطاله الثابته لو بنميها معاها، فلا بد دي الغرض منها ان انا اعمل تنميه سريعه للمرونه، ولكن دي مع الوقت بتتعادل طبعا مع طريقه ايه؟ طريقه الاطالات المتحركه. يجب السماح براحه ايجابيه كافيه بعد التمرين، لا بد طبعا يبقى عندي مبدا الراحه مهم جدا. اشتراطات تنميه المرونه والاطاله المتحركه، لابد ان انا مراعاه تناسب جرعتها مع المرحله السنيه والمستوى، مهم جدا لما يكون في اطاله متحركه او بنمي مرونه لابد ان يبقى في المرحله السنيه بشتغل على البراعم ولا الناشئين ولا الدرجه الاولى، بشوف المستوى اللي معايا بيشتغل هل هو دوري ممتاز ولا ممتاز به ولا ثالث او ايا كان المستوى متقدم او مبتدئ. التدرج في الوصول لاقصى مدى، لابد برضه لما بشتغل عنصر المرونه لابد ان يكون في تدرج في الاداء الحركي للمفاصل. بعد كده انواع المرونه، في عندي انواع متعدده منها المرونه العامه والخاصه والمرونه الايجابيه والسلبيه والمرونه الاستاتيكيه والمرونه الديناميكيه. المرونه العامه والخاصه، المرونه العامه بتعرف بانها المدى الذي يصل اليه المفصل في الحركه. مدى زي ما اقول مثلا وقوف سن الجذع امام اسفل لمس المشتين مثلا، ده مدى بيصل اليه المفصل طبعا في الحركه. المرونه الخاصه، المدى الذي يصل اليه المفصل في اداء حركه ذات طبيعه تخصصيه في الممارسه، يعني مرونه خاصه لحارس المرمى بركز على المفاصل اللي هي العامله في الاداء مثلا الحركي او الاداء المهاري اللي بشتغل عليه. المرونه الايجابيه والسلبيه، المرونه الايجابيه تعرف بانها المدى الذي يصل اليه المفصل في الحركه على ان تكون العضلات العامله عليه هي المسببه في تنفيذ تلك الحركات، يعني المرونه الايجابيه مدى حركي بيوصل فيه المفصل ولكن اللي بيسبب هذه الحركه العضلات العامله اللي شغاله مع المفاصل دي. لكن لو قلت مرونه سلبيه بتعرف انها برضو المدى الذي يصل المفصل في الحركه، اللي يصل اليه المفصل في الحركه على ان تكون هذه الحركه ناتجه عن تاثير قوى خارجيه وليست ناتجه عن عضلات اللاعب ذاته. يعني المرونه السلبيه اللي بيأثر فيها مثلا ممكن بستخدم حائط او بستخدم الزميل او بستخدم كرات او بستخدم اي وسيله ثانيه مساعده، يبقى دي مرونه ايه؟ سلبيه. النوع الثالث المرونه الاستاتيكيه او الثابته، بتعرف بانها المدى الذي يصل اليه المفصل في الحركه ثم الثبات، يعني بوصل اعمل تمديد اعمل المرونه بتاعتي ولكن في ثبات بعديه، يبقى دي مرونه استاتيكيه من الثبات. لكن في مرونه ديناميكيه يعني من الحركه من وضع الحركه، يعني المدى الذي يصل اليه المفصل في اداء حركه تتسم بالسرعه القصوى، او بقول بيبقى في تردد في الحركه او بيبقى في حركه في جزئيه الاطالات او في تنميه المرونه، اسف المرونه الديناميكيه. العوامل المؤثره في درجه المرونه، في عندي عوامل بتاثر في درجه المرونه. اول حاجه عمر اللاعب، بتزداد المرونه لدى الاطفال وتنخفض لدى البالغين. طبيعي ان الطفل في سن الصغير بيبقى عنده مرونه عاليه جدا، فلكسبيليتي عالي جدا لجميع المفاصل الجسم، بيبقى واضح طبعا في لعيب الجمباز الالعاب اللي هي بتعتمد على مرونه المفاصل. الاحماء ثاني حاجه طبعا في العوامل المؤثره على درجه المرونه، الاحماء يعني الاحماء الجيد بيعمل ان بيصل بالمفاصل الى اقصى مدى حركي ليها، فبالتالي لو ما فيش احماء يبقى اذا هيقل درجه ايه؟ المرونه. ثالث حاجه الجنس، الاناث طبعا بتكون اكثر مرونه ومطاطيه من الذكور. رابع حاجه توقيت الاداء خلال اليوم، تقل المرونه نسبيا في الصباح عن اي وقت اخر في اليوم، نتيجه طبعا الجسم لسه ما عندوش الجاهزيه والاستعداد وبخاصه في المفاصل انها تتحرك على مدى حركي واسع طبعا مع بدايه اليوم. خامس حاجه الحاله البدنيه والذهنيه، التعب البدني والذهني يقلل من نسبتها طبعا، يبقى في ستريس على اللاعب او في ضغط عصبي بيأثر عليه. طب اهميه المرونه ايه لحارس المرمى؟ ان المرونه من اهم العناصر التي تساعد الحارس على اداء حركاته ومهاراته بكفاءه عاليه، حيث ان سهوله حركه المفاصل الجسم تكمن من اداء الحركات في المدى المطلوب كحركات الارتماء ورمي الكره باليد وتمريرها بالقدم والتعامل مع الكرات ذات المسارات والاتجاهات المختلفه. يعني كل الاداءات المهاريه اللي بيأديها حارس المرمى، كان ارتماء، كان ضرب الكره بالقبضه، التعامل مع الكرات العرضيه، كل ده بيعتمد على ايه؟ حركه رسغ اليد والمرفق والذراع والجذع والعمود الفقري والركبتين ورسغ القدم، كل المفاصل بتعمل على مدى حركي واسع، كل ده بيؤدي الى نجاح الاداءات المهاريه لحارس المرمى. بعد كده التوافق كوردينيشن. طبعا التوافق التعريفات بتاعته انه قدره الفرد على اداء الواجبات الحركيه التي تتضمن عمل الحواس والانقباضات العضليه المرتبطه ببعضها البعض بدقه وانسيابيه وتتاثر بالمدى الحركي للمفاصل والاطراف والتكوين الجسمي. انه عمل عضلات واعضاء جسم الانسان معا لاداء واجب حركي خاص مثل حركات الرمي واللقط. انه يعني تنظيم عمل المجموعات العضليه الكبيره والصغيره بالقوه اللازمه والتسلسل الحركي الفعال. يعني بايجاز شديد جدا بنقول ان التوافق هو يعتبر الربط بين
حركه والثانيه او حركتين او ثلاثه مع بعض في وقت واحد وفي توقيت واحد سليم وبدقه وبانسيابيه، ده يعتبر موجز بسيط للتوافق. اهميه التوافق لحارس المرمى، بيعمل على القدره على التحكم في اجزاء الجسم المشتركه المؤداه والتنسيق بين الحركات مختلفه الشكل والاتجاه وادماجها في اطار واحد يتميز بالسلاسه والدقه في الوصول لهدف الحركه. يعني ايه؟ يعني ان الحارس مثلا لما بيؤدي اي نوع من مهارات حراسه المرمى او اداءات مهاريه، زي مثلا بيعمل بلوك واحد على واحد وبيطلع بيتعامل بايده وبرجله طبعا، ان هو في مرحله انقاذ الكوره في البلوك، وبعد كده بتقع من الكوره بيقوم بيتعامل معها تاني بالتراي او بالارتماء. فاذا هو قدر يربط بين مهارتين في وقت واحد، او بيربط بين حركه الايد والرجل في نفس الاداء او في ادائين، فيعتبر عمليه الربط دي هي بانسيابيه وبتسلسل وبدقه، تعتبر هي دي مرحله التوافق. يتطلب تنميتها طبعا في مرحله الطفوله المتاخره حيث اكتمال نمو الجهاز العصبي، وبالتالي يستطيع الناشئ السيطره والتحكم في مختلف الاداءات الحركيه. اذا برضو بننوه ان مدربي البراعم يخلي بالهم ان الرشاقه والتوافق لابد ان هم ينموا في سن صغير، علشان طبعا يقدروا ان هم يستجيبوا لهذه الربط بين الحركات. انتقل اللي بعد كده، عنصر التحمل. طبعا احنا مش ماشيناش بالترتيب، التحمل طبعا بيجي في المقام الاول، لكن احنا بنقول العناصر اجمالا. التحمل طبعا تعريفه تعريف عام، يعتبر مقدره اللاعب على الاستمرار في الاداء بفاعليه وكفاءه دون هبوط في المستوى طوال زمن المباراه. يعني طول ما اللاعب مستمر في زمن المباراه الى نهايه المباراه بدون تعب وبدون هبوط في المستوى، اذا يمتلك عنصر التحمل اللي بيعتمد على الجهاز الدوري والتنفس. طب اهميه التحمل لحارس المرمى ايه؟ يتطلب من الحارس ان يكون لديه القدره على الاستمرار في عمل الجهازين الدوري والجهاز التنفسي. طبعا الجهاز الدوري التنفسي بيشتغلوا بكفاءه وبفاعليه طوال زمن المباراه، وطبعا دول بيدوا قدره لحارس المرمى ان هو يؤدي نوعيات الاداء المهاري والحركي والفني، كل شيء، كل متطلبات لحارس المرمى بيستمر في ادائها سواء كانت بدنيه او فنيه او حركيه او مهاريه، كل ده بيأديه لفترات طويله وطول فتره المباراه. اذا هنا عنده عنصر التحمل جيد وفي حاله جيده، وكذلك برضه سرعه الانطلاق وسرعه رد الفعل وسرعه الاداء الحركي لفترات طويله نسبيا خلال زمن المباراه، وكذلك استمرار ان هو يقدر يتحمل، يتعامل مع الكرات ويتعامل بالوثبات ويتعامل باحتكاك مع المنافسين وانتقال ثقل جسمه طبعا والارتماء وغيره، كل شيء بيأديه الحارس باستمراريه الى ان ينتهي من زمن المباراه لفتره زمنيه طويله، يعتبر تحمل في المقام الاول مع اختلاف مسمى. بعد كده التحمل نوعين، عندي طبعا التحمل العام والتحمل الخاص. التحمل العام مقدره اللاعب على الاستمرار في الاداء البدني العام بفاعليه، والذي له علاقه بالاداء طبعا في كره القدم. يعني هنا التحمل العام بصفه عامه الجنرال يعتبر هو ان اللاعب يستمر في الاداء البدني بفاعليه. التحمل الخاص مقدره اللاعب برضو ان هو يستمر بس في الاداء الاحمال البدنيه اللازمه للانجاز في التدريب والمباريات دونما ظهور هبوط في مستوى. يعني انت تحمل خاص، يبقى اذا انت بتستمر في اداء الاحمال البدنيه اللي مطلوبه منك خلاص، ان انت تنجز بقى التدريب او المباريات بس بدون هبوط في المستوى، اذا ده تحمل خاص. طيب التحمل الخاص نوعين، تحمل اداء وتحمل سرعه. تحمل اداء المقدره على استمرار تكرارات المهارات البدنيه والحركيه والخططيه بكفاءه وفعاليه عاليه دونما هبوط مستوى في كفاءه الاداء. تحمل اداء، تحمل اداء مهم جدا. انت بنكرر مهارات الفنيه، بندي تكرارات مثلا المهارات الفنيه، جري الكوره، التمرير والاستلاب، الهيدر، ضرب الكوره براس، ايا كان نوعيه المهارات فيها تكرارات وفيها استمراريه خلاص، مع طبعا مراعاه الراحات، بس بيأديها اللاعب بكفاءه وفعاليه دون هبوط في المستوى. تحمل السرعه برضه القدره على الاستمرار في اداء حركات متماسكه او غير متماسكه، يعني حركات متشابهه او غير متشابهه، عن طريق اللي هي تحملات السرعه اللي بنشتغلها على كنزات او علامات او ايا كان نوع الاداء وشكل التمرين واختلافه. طبعا ده مهم، بتكرار برضه بيأديها بكفاءه وفعاليه لفتره زمنيه طويله او طويله بسرعه عاليه دون هبوط في المستوى. عشان طبعا اللي بتكلم بايجاز شديد طبعا عشان ادراكا للوقت. عنصر السرعه، ننتقل بعد كده لعنصر السرعه ونقول تعريف السرعه. بنقول ان هو مقدره اللاعب على اداء حركات معينه في اقل زمن ممكن. اهميه عنصر السرعه لحارس المرمى، عنصر السرعه ومكوناته من اهم متطلبات الاداء لحراسه المرمى، وهي في ترتيبها وفقا لحاجته تكون، يعني بنقول ليها اولويات وليها ترتيب. بنجيب مثلا في المقام الاول سرعه الاداء الحركي، ثم سرعه رد الفعل اللي هي استجابه، ثم السرعه الانتقاليه، وذلك وفقا لتكرار المواقف اللاعب والتحركات السائده في الهجوم لتسجيل الاهداف في المباريات، غير ان ذلك يخضع لتغيرات يصعب التحكم فيها او حصرها نظرا لطبيعه الاداء التنافسي في كره القدم. بمعنى ان انا بقول السرعه
مهما كانت نوعيتها او نوعها، سرعه حركيه او سرعه رد فعل او سرعه انتقاليه حسب موقف اللعب، احنا بننميها ونطورها علشان دي ليها اهميه كبيره في اي اداء مهاري بيقابلني في اي موقف متغير. عنصر السرعه ومكوناته برضه ليه اولويه في نجاح واتقان اداء مرضي. كل ما يكون في سرعه في رتم سريع في الاداء، كل ما يكون في نجاح لاي نوع من انواع المهارات. زي مثلا اللاعب ان هو الحارس بيقدر ان هو بسرعه عاليه يوصل الكرة قبل المهاجم، اذا هنا لابد ان تكون الخلفيه، هنا الباك جراوند لازم يكون عندي السرعه مبدا اساسي عشان يقابل الكرة قبل المهاجم او قبل المهاجمين في اي موقف من المواقف في المباراه. في السرعه الحركيه اثناء اداء الحارس لاي حركه بيستخدم الكرة قبل تمرير الكرة باليد او الايد، يعني هو عمليه تحضير سواء كان بيستخدم ايده او رجله في تمرير او بالايد او بالرجل او التعامل مع اي كرات من خلال طبعا اي جزء من اجزاء الجسم، يعتبر ده سرعه حركيه مهمه جدا لحراسه المرمى. اما عن سرعه الاستجابه طبعا فاهم ما يميز الحارس سرعه استجابته للتصويبات المضغطه او القريبه من المرمى، يعني في تصويبات مثلا بتيجي كره عرضيه مثلا في مستوى منخفض وبيقابلها لاعب طبعا مباشره، الحارس بيتعامل معاها يبقى سرعه رد فعل، او مثلا كره مصوبه بتغير اتجاهها عن طريق المدافع امام الحارس وبتغير اتجاهها وبيتعامل مع الحارس يبقى يعتبر سرعه رد الفعل. بعد كده بنقول ان يعني تعريفات بسيطه كده للسرعه الانتقاليه اللي هي الخاصه بالعدو، اللي يقصد بقى التحرك من مكان لاخر باقصى سرعه ممكنه، زي العدو مثلا سريع لمسافات محدوده. سرعه الاداء الحركي يقصد بقى اداء حركه او عده حركات مركبه معا في اقل زمن ممكن، زي مثلا السيطره على الكره ثم التمرير في اقل زمن ممكن بالنسبه للحركه الوحيده، او التصويب والتمرير والسيطره، مثلا بستلم الكوره بسيطر بمرر بصوب في اقل زمن ممكن، طبعا ده يعتبر ايه حركه مركبه خاصه بسرعه الاداء الحركي. سرعه استجابه او سرعه رد الفعل بيقصد بقى طبعا المقدره على الاستجابه في اقصر زمن ممكن، امثله ليها طبعا الاستجابه السريعه على حركه الكره بعد ان تغير اتجاهها، كره غيرت اتجاهها وتعامل مع الحارس يبقى ده سرعه استجابه زي ما سبق ان احنا قلنا. يعني التوازن برضو من العناصر الهامه لحارس المرمى، يعني التوازن ان يكون الفرد لديه القدره على الاحتفاظ بوضع الجسم في الثبات او الحركه، وهذا يتطلب سيطره على الاجهزه العضويه من الناحيه العضليه والناحيه العصبيه، كما انه يتطلب القدره على الاحساس بالمكان والابعاد سواء كان ذلك باستخدام البصر او بدونه عصبيا او ذهنيا او عضليا. يعني التوازن قدره الحارس ان هو يحتفظ بمكانه سواء كان من الثبات او من الحركه عند اداء اي نوع من الاداءات المهاريه. كذلك بيعطي له القدره على ان هو يقدر يتعامل ويشعر او يحس بالمكان وكذلك بالابعاد اللي بيقف فيها، وكذلك ده كل ده بنستخدم فيه القدرات البصريه والعصبيه والذهنيه والعضليه. طيب اهميه التوازن لحارس المرمى بيساعد على الاحتفاظ بوضع متزن، لازم الحارس يبقى فيه استوبات معينه بعد ما يسكت الكوره، كرات قويه او كرات مثلا فيها نوع من المشاركه، لابد ان الحارس يحافظ على الثبات الحركي بتاعه، ده يعتبر من الواجبات المهمه جدا. ويرتبط التوازن، يعني قال لك برضو ان التوازن يعتبر من العناصر اللي مرتبطه بعناصر اخرى زي الرشاقه والتوافق، فاذا هنا وانا بشتغل في الشق البدني ان انا دايما التوازن اركز ان يكون الحركه فيها انسيابيه ودقه ورشاقه وتوافق، او يبقى في مكملات لهذه العناصر البدنيه مع بعض كعناصر مرتبطه، كذلك القدره على الاحتفاظ بوضع معين اثناء الثبات والحركه. يعني المهم ان الحارس يكون او يتميز بالثبات في وضع الثبات او وضع الحركه، ان يكون في عنده الاتزان الكامل اثناء الاداء. المهارات الاساسيه لحارس المرمى هنقول عليها تقسيمات وتصنيفات. دي طبعا كلها الغرض منها انا حاطط ثلاث نماذج، الغرض منهم ان حضرتك مدرب براعم ناشئين شباب درجه اولى اختار ما يتناسب مع المستوى اللي معاك واتعامل ده كبرنامج او كمنهج هنشتغل عليه سواء كان تعليمي او تدريبي المرحله السنيه اللي مع حضرتك. ثلاث النماذج موجوده اهي، اول نموذج اللي هي المهارات الاساسيه لحارس المرمى بنقول في حركات بدون كوره وفي حركات باستخدام الكوره، تمام؟ فعندي الحركات بدون كوره بنقول اللي هي الوقفه الصحيحه اللي هي سيت بوزيشن وتحرك في سد الثغرات، دي قلناها قبل كده في محاضره سابقه، وحركات باستخدام الكوره اللي هي الحركات الدفاعيه والحركات الهجوميه. الحركات الدفاعيه اللي هي امساك الكرات المواجهه باليدين وبتنقسم الى ثلاث اقسام، مسك الكره الارضيه ومسك الكره متوسطه الارتفاع ومسك الكرات العاليه فوق الراس. وطبعا مسك الكرات الارضيه ليها تكنيكين قلناهم برضه في محاضره سابقه، اللي هو الاداء الاولاني اللي هو مسك الكره والقدمين مفرودتين مع ثني الجذع اماما، ومسك الكره بالارتكاز على ركبه واحده، تمام؟ بعد كده نستكمل برضه الدفاعيه، الحركات الدفاعيه اللي هي الارتماء لمسك الكره ودفع الكره بضربها بالقبضه او القبضتين، وفي تشتيت او ابعاد الكره بجوار القائم او فوق العارضه وتشتيت الكره بالرجل. اما الحركات الهجوميه اللي هي دحرجه الكره على الارض من اسفل اللي هي مرحله التحضير اللي قلناها قبل كده الرم او الرول،
ورمي الكره باليد من اعلى، وضرب الكره بالقفزه بالقدم، وضرب الكره طبعا الثابته او بعد حملها اما طائره او نصف طائره، اللي هي التوزيع الخاصه بتوزيع الكره. نموذج ثاني طبعا من تقسيمات او تصنيفات المهارات الاساسيه والفنيه لحارس المرمى. طبعا في عندي بتقسم الى وضع الاستعداد وحركات القدمين، اثنين تلقي الكرات المستقيمه، ثلاثه الامساك ولقف الكرات. والامساك ولقف الكرات طبعا منها مسك الكره الارضيه ومسك الكرات العاليه التي في مستوى البطن والصدر، ومسك الكره العاليه في ارتفاع الراس او اعلى من ذلك. رقم اربعه الدفع بالقبضه اللي هو ضرب الكره بالقبضه، خمسه تركيب مسار الكره، سته القفز والالتفاف، سبعه وسط المرمى الجانبي لمسك الكره، ثمانيه خروج من المرمى وتغيير زوايا المرمى، تسعه اتخاذ المواقع. اتخاذ المواقع طبعا ليها تشكيله كده او تقسيمه، اللي هي اتجاه باقه اللعب وموقع الحارس عند الضرب الركنيه، وموقع موقف الحارس عند التصويب الحر، وموقع الحارس اثناء ضربه الجزاء. عاشر نقطه اللي هي ابعاد وتحويل مسار الكره العاليه والجانبيه. دي كلها حسب اريحيه المدرب في ان هو بيختار النوع المناسب ليه وبيشتغل عليها كمحتوى تعليمي وتدريبي طوال السيزون. في عندي بقى برضو تحت مسمى النواحي الفنيه والخططيه في حراسه المرمى، بنقول دي طبعا مناسبه جدا للمرحله، تقريبا مرحله المراعم ممكن قوي. مسك الكره الارضيه، مسك الكره الارضيه ومسك الكره متوسطه الارتفاع ومسك الكرات العاليه وضرب الكره بقبضه اليد، الطيران والارتماء مش ارتقاء، الطيران والارتماء على الكرات العاليه والارضيه والجانبيه، تضييق الزوايا، سد الزوايا في حاله انفراد المهاجم، دور حارس المرمى في الكرات العرضيه، بدايه الهجوم من حارس المرمى. دي كلها نماذج احنا خدناها والحمد لله نصل الى المحور الاخير اللي هي نماذج لتدريبات مركبه لتطوير بعض المهارات الاساسيه لحارس المرمى. ودي طبعا بعض التدريبات اللي انا خدتها من برنامج خاص بي انا، برنامج تدريبي سنوي في مرحله الاعداد الخاص. نماذج تدريبات مركبه لتطوير بعض المهارات الاساسيه لحارس المرمى. هقرا التمرين الاول، بقول وقوف الجري الجانبي بين اقماع ثم الدحرجه الاماميه. طبعا هنا عندي تمرين بادئ من جهه اليمين، ان الحارس بيقوم بعمل جري جانبي من اقماع، يبقى هنا بنمي عنصر الرشاقه، ثم الدحرجه الاماميه فوق حاجز، يبقى ده عنصر المرونه، ثم الارتماء فوق حاجز على كره متوسطه الارتفاع، لان انا هنا بطور الارتماء على الكرات المتوسطه، ايا كان بقى نوع الحاجز، يكون استك او يكون اي حاجه، براعي فيه عوامل الامن والسلامه طبعا. دي من ناحيه التراي الزاويه اليمين، ثم بعد كده برجع بيه تاني عشان ياخد تراي شمال، بيعمل خطوه على الاطواق، طبعا ده توافق، ثم الزحف تحت حاجز، يبقى ده مرونه، ثم الارتماء على كره متوسطه الزاويه اليسرى. كل الهدف هنا عندي الهدف البدني، عندي توافق، عندي مرونه، عندي رشاقه، الهدف المهاري تطوير مهاره الارتماء على الكرات المتوسطه. النموذج الثاني اللي هو وقوف المروق تحت حاجز ثم الوثب ثم المروق، طبعا دي كلها مروق ووثب يعني مرونه، ثم الارتماء فوق حاجز على كره متوسطه الارتفاع الزاويه اليمنى، طبعا دي عشان بطور الارتماء في الكره في المستوى المتوسط. بعد كده بيرجع الحاجز، الحارس بيعمل التحرك الامام والخلف، ده رشاقه بين العصا، ثم تعديه حاجز منخفض، ده مرونه، ثم الارتباع على كره متوسطه الارتفاع فوق حاجز الزاويه اليسرى، برضه يبقى اشتغل يمين وشمال وطورت هنا طبعا المرونه والرشاقه. بعد كده نموذج رقم ثلاثه الجري بين الاقماع ثم الخطو، يعني الجري هنا اصبح رشاقه ثم توافق، ثم المروق مرونه تحت حاجز ثم الارتماء على كره متوسطه الارتفاع الزاويه اليمنى، ثم الزحف والمروق طبعا ده مرونه تحت استك، ثم الارتماء على كره متوسطه الارتفاع الزاويه اليسرى، يبقى هنا ضبط المرونه بالجانب البدني، ودي كلها تحت بند طبعا ايه التدريبات البدنيه المهاريه. رقم اربعه الجري للامام والخلف بين عصا، ده رشاقه، ثم تعديل حاجز منخفض، يبقى هنا ده مرونه، ثم الارتماء على كره متوسطه ثابته على قمح، باخد بعمل تراي على كره مثبته على قمح واسيبها واجي امسك طبعا، وبعد كده بعمل تراي على كره متوسطه الارتفاع مصوبه على الزاويه اليمين، ثم بعد كده بعمل فتح وضم على سلم توافق، مع ان انا بعمل تبادل تمرير واستلام الكره مع المدرب، ده توافق، ثم المروق يبقى تحت حاجز يبقى ده مرونه، ثم الارتماء على كره متوسطه الارتفاع الزاويه اليسرى. دي كلها تدريبات بدنيه مهاريه في برنامج سنوي انا اشتغلت عليه، حبيت انقلها لحضراتكم بحيث لو حد يحب يستفاد بيها. وبكده اكون انتهيت بامر الله طبعا من المحاضره، اسف طبعا على السرعه في الاداء ولان التوقيت طبعا، بحاول لحد ما اوصل بالمحاضره للاخر ان شاء الله، وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاضره القيمه حقيقه. شكرا لله، شكرا جزيلا. وشكرا لحضرتك. دكتور بعض وردتنا بعض على الخاص أسئلة من قبل الجمهور ده.
سمحت لي أن أطرحها عليك إذا أمكن. تفضل تفضل تفضل. نعم دكتور، السؤال ما هي العضلات التي التركيز عليها في التدريب خصوصا كرة القدم، وكيف الحصول على اللياقة البدنية عالية؟ هذا السؤال. طيب استاذنك كده تاني، لان هنقسم السؤال ده بعد اذنك تاني. ماشي دكتور، اوكي اكرر السؤال دكتور. يا ريت. بعد اذنك. تاني. ما هي العضلات التي يجب التركيز عليها في التدريب تمام. كرة القدم، وكيفية الحصول على اللياقة البدنية عالية؟ هذا سؤال. سؤال آخر إذا سمح الدكتور، تفضل. ما هي مؤهلات الحارس الرئيسية؟ ايوه. نعم سؤال آخر، ما واجبات حارس المرمى، وكم ساعة يجب يتمرن اللاعب فيها؟ نعم دكتور. تمام. طيب هبدا كده بالسؤال الاولاني، العضلات التي يجب التركيز عليها بصفه عامه في كره القدم. طبعا العضلات اللي بركز عليها في اتجاه اولا تدريبي. الاتجاه التدريبي ده طبعا ده اللي هو خاص بالعضلات العامله في الاداء المهاري، بمعنى ان انا مثلا هعمل جري بالكوره، ايه هي العضلات اللي هي شغاله معايا في الجري بالكوره، وابدا على اساسها ابدا انميها واطورها. اولا مبدا نتفق عليه ان كل العضلات بتتم تنميتها في فتره الاعداد العام والخاص، تمام؟ وخلال الموسم المفروض اول حاجه بعمل قياساتي وبشوف عندي ايه العضلات، المجموعات العضليه مستواها ايه؟ ايه الليفل بتاعها؟ مستوى مثلا عضلات الفخذ الرباعيه، عضلات السمانه، عضلات الصدر، عضلات البطن. من خلال بعض القياسات اللي بتتعمل بشوف عندي القصور فين وببدا انميه من خلال فتره الاعداد العام والاعداد الخاص، تمام؟ بعد كده انا طول البرنامج الزمني السنوي بتاعي انا بشتغل على كل المجموعات العضليه اللي شغاله معايا، ما بفقدش ولا بضعف نوع من انواع، كله بيشتغل معايا، لكن كل العضلات العامله شغاله. لكن في اتجاه اللي هي العضلات العامله حسب الوحده التدريبيه بنميها، ده طبعا ده اتجاه يعني صعب شويه، لان طبعا بيحتاج الى جانب تشريحي وجانب طبعا تحليل حركي، ان انا بشتغل على العضلات العامله، ده اتجاه حديث واتجاه قوي جدا في التدريب، ان انا باخد العضلات العامله اللي محتاجه في كل اداء مهاري بنميها وادربها طبعا وحده وحده، فده صعب شويه، لكن احنا بنقول كل العضلات بيتم تنميتها للاعب كره القدم، لان معايا فتره اعداد عام، فتره اعداد خاص، بعمل قياساتي وبشوف ايه القصور عندي في المجموعات العضليه وبنميه واطوره، وطبعا بيستمر معايا هذا الريتم طبعا طوال فتره الموسم، مع طبعا بيقل الازمنه او بيزيد الازمنه حسب احتياجات ومتطلبات الفريق. بعد كده اللياقه البدنيه العاليه، طبعا اللياقه البدنيه العاليه طبعا بتبقى ناتجه من ان في برنامج تدريبي، البرنامج التدريبي ده بيبقى مقنن، يعني مقنن فيه الاحمال التدريبيه، بيبقى ماشي بكيرف او تموج حمل، بمعنى ان انا هبدا الموسم مثلا بتاعي وليكن من 1/7 مثلا، شهر 7 اول شهر 7 بعمل القياسات بتاعتي القبليه للاختبارات البدنيه والمهاريه، وبطلع انواع القصور وانواع القوه بكل عناصر اللياقه البدنيه، وببدا احط البرنامج التدريبي بتاعي اللي هو خاص بي اللي بتكلم على جزئيه الايه؟ الاعداد البدني بس. وببدا اشتغل على رفع مستويات او معدلات القدرات البدنيه خلال الموسم التدريبي، اولهم فتره الاعداد العام ثم الاعداد الخاص، وطبعا دي ليها اليه معينه، ثم باقي الموسم بمشي بتموج حمل، هذا التموج الحمل طبعا بيبين لي نسب الارتفاع والانخفاض في تدريبات، ان انا بعطي الوقت مثلا وليكن انا عندي القوه فيها قصور، عندي الرشاقه، عندي المرونه، ببدا ادي توقيتات لكل عنصر معين، وببدا اوزع احمالي حسب طرق التدريب، ومن خلاله ببدا اوصل لمستوى لياقه بدنيه عاليه. ده بالنسبه لاول سؤال. السؤال الثاني طبعا مؤهلات الحارس الرئيسيه. طبعا هنا عشان مؤهلات الحارس الرئيسيه طبعا اولا بتيجي عن طريق الانتقاء. الانتقاء ان لازم طبعا بيبقى فيه طول الاطراف مهم جدا، طبعا في مواصفات حارس المرمى، طول عنق، طول الاطراف، طول الطرف العلوي، نسب اجزاء الجسم طبعا، طول الذراع، طول الكفين بالنسبه طبعا للطرف العلوي، وبالنسبه طبعا القدمين للطرف السفلي، دي قياسات طبعا واختبارات بتبقى متقدمه شويه، لكن ان هو مؤهلاته يبقى طبعا دي مؤهلات بنقول عليها القياسات الانثروميتريه، الطول الوزن وطول الاطراف وطول الطرف العلوي والسفلي وطول الذراع وطول الكف وما الى ذلك. في بعد كده نقطه ثانيه ان احنا بنقول ايه؟ اللي هي المؤهلات البدنيه. المؤهلات البدنيه ان انا عندي لابد ان حارس المرمى يتمتع بالعديد من القدرات البدنيه، لكن في عندي بعض القدرات من خلال الابحاث قالت ان في قدرات ليها اولويه شويه، يعني ليها ترتيب،
زي مثلا القوه مصدر السرعه، الرشاقه، المرونه، التوافق. دول ليهم اولويه. يعني ليهم ايه؟ ليهم طبعا الاولويه لحارس المرمى من حيث ان هو دايما بيعتمد عليهم في كثير من الاداءات المهاريه، فبركز عليهم. لكن كل عناصر اللياقه البدنيه معايا في مؤهلات مهاريه. مؤهلات المهاريه ان الحارس ده لابد يبقى عنده الاستعداد للتعلم الحركي، استعداد لاداء المهارات المختلفه اللي احنا قلناها في التقسيمات والتصنيفات، ان بيؤدي لكل المهارات دي من خلال اختبارات، انه ازاي يمسك كوره، ازاي يعمل التماس، ازاي ياخد كره عرضيه، كل دي لها اختبارات. خلاص، فدي مؤهلات، ان انا ايه، مؤهلات مهاريه. المؤهلات الخططيه بقى اللي هي قدرته ان هو يقدر ياخد التمركز الصحيح، التعامل مع الكرات، الرؤيه البصريه، العديد والعديد من الامور الخططيه، التمركزه، وقوفه حسب مكان الكوره، التحرك، التغطيه، التواصل، امور كتير جدا. فاذا المؤهلات كتيره، منها تخص طبعا قياسات انسرومتريه، مؤهلات بدنيه، مؤهلات مهاريه، مؤهلات خططيه، مؤهلات ذهنيه. لازم يكون عنده الثبات الانفعالي، دي مؤهلات نفسيه، ان الحارس ما يرتبكش، ان الحارس ما يتوترش، ان الحارس ما يجيش في هدف يقع. لا، دي كلها اختبارات وموجوده على مستويات عاليه طبعا، حسب مستوى الحراس اللي موجوده معايا انا بتعامل معاهم بالكيفيه دي. فدي كان قلت كل حاجه في المؤهلات، يعني خاصه بكل الجوانب الفنيه. نعم. السؤال الثالث، الواجبات حارس المرمى طبعا وكم ساعه. احنا بنقول طبعا يا جماعه، احنا بنقول اول كلمه هاجي بالجزء الثاني اول، هقول ان كم ساعه دي تتوقف على المرحله السنيه. المرحله السنيه انا بدرب براعي، ما ينفعش اقول مثلا ساعتين، لا ما ينفعش، لازم اقول ايه المرحله السنيه. انا بشتغل على حسب المراحل، اولا مرحله براعم، مرحله ناشئين، مرحله شباب، فريق اولمبي، فريق درجه اولى. من خلاله ان انا بحط الاحمال بتاعتي على الازمنه، اقدر اقول الواحد اللي بيبقى مثلا يعني سي اقول مثلا ساعه، اقول ساعه ونص، اقول مثلا 80 دقيقه. كل زمن انا بقوله ده بيقنن بيه احمال، فلازم انا اقول الزمن بيختلف حسب المرحله السنيه. الزمن ممكن اوظفه من خلال التقنين الاحمال التدريبيه، الزمن ممكن بشتغل عليه حسب الوحدات التدريبيه وايه اللي انا طالبه، ايه المتطلبات التدريبيه اللي انا محتاجها. ده الزمن فيه كلام كتير جدا، تمام؟ فالزمن بيتوقف على ايه؟ عامل السن، مستوى الفريق اللي عندي، المرحله السنيه اللي عندي، الامكانيات التدريبيه اللي عندي، فامور كتير جدا. فالزمن ده حسب حضرتك الامكانيات اللي معاك بتوظف، عندي الملعب قد ايه؟ عندي الحراس مستوى ايه؟ عندي ادوات الملعب، كل ده بيرتبط بالزمن. كل ده بيرتبط بالزمن، فهي مقومات كتير بالنسبه للزمن. واجبات حارس المرمى طبعا واجباته كتيره جدا، واجبات دفاعيه وهجوميه، غير الشغل اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو يبقى عنده التمركز الجيد، ان هو يبقى عنده التحركات الفوت ورك، ان يبقى عنده القدره على التواصل مع الفريق، قدرته على التحدث الايجابي مع لعيب خط الدفاع، قدرته على الربط بين خطوط الملعب، قدرته على الرؤيه البصريه الصحيحه، وده شغل كتير جدا. واجباته ان هو بيساعد الفريق، ان هو يعتبر اخر خط الدفاع، ان هو يعتبر ليه واجبات هجوميه، ان هو بيوزع باليدين، بيوزع بالقدمين بانواع عديده ومختلفه، ان هو ليه دور العامل النفسي، ان هو تامين الفريق، اعطاء الثقه بالنفس، القدره على طبعا اتخاذ القرار. فطبعا انا مش عايز اطول لان في الكلام ممكن نفتح في الكلام كتير جدا، لكن انا قلت يعني اجمالا في سطور المطلوب بالنسبه للواجبات وبالنسبه للزمن وبالنسبه للاسئله اللي تم طرحها ان شاء الله. نعم دكتور، شكرا دكتور. سؤال آخر إذا سمحت لي، يعني موجود، تفضل آخذ من وقتك دكتور. لا تفضل براحتك، براحتك أنا معك. نعم دكتور، يكون السؤال عند أغلب الرياضيين تحدث الإصابات بعد بدء المباراة ب10 دقائق. السؤال، هل يكون الإعداد مو مؤهل، يعني مو جيد، وما هو السبب؟ السؤال الثاني، كم طول حارس المرمى، العفو دكتور تسمح لي، تفضل، كم طول حارس المرمى المناسب؟ نعم دكتور. طيب السؤال طبعا يعني ماذا بيقول لما بيجي طبعا في بعض الاصابات اول المباراه وبعد بدايه المباراه بالظبط القادم او بدايه المباراه، طبعا دي راجع لاسباب كتير جدا. اولا عدم الاحمال الجيد، عدم الاحمال الجيد، ما احنا قلنا اتكلمنا على الاحمال كتير جدا واتكلمنا فيه تفصيليه من الناحيه الوظيفيه ومن الناحيه التشريحيه وكله. فطبعا اولا عدم الاحمال الجيد للمباراه. الحاجه الثانيه ممكن التقنين الاحمال، ممكن يبقى حمل في ستريس ودخل مباراه ما نزلش بالحمل، حمل المتوسط، ممكن يبقى في استشفاء غير كافي للاعبين،
كابتن في نوعيه احنا على مستوى، يعني احنا قلنا في صوته هو ايه، ما يوصلش الحارس او اللاعب للحياه للتعب، فممكن هنا الاحماء ممكن يبقى شديد وممكن لا يبقى قليل، ما يوصلش اللاعب لدرجه ايه الجاهزيه بشكل مناسب للمباراه. ممكن برضه من الاسباب التغذيه، ممكن من الاسباب ان ممكن برضه من الاصابات ان اللاعب لم يصل الى الاستشفاء كامل، او لم يصل مثلا بحاله علاج من الاصابه معينه، او ان انت ممكن تكون عنده العضلات، ممكن العضلات تكون عنده ضعيفه، ممكن يكون عنده اصابه ومبيروش، ممكن يبقى عنده اخطاء تدريبيه، ممكن يبقى عنده الاوعيه التشريحيه، الاوعيه التشريحيه اللي هي خاصه باداء المهارات، اداء المهارات بكل انواعها وكيفيتها، ممكن عنده بيؤدي بشكل مش مظبوط، يعني مش مقنن. ممكن يبقى اللاعب نفسه عنده ضغط عصبي ستريس ممكن يؤدي لاصابه، ممكن يبقى مضغوط نفسيا ومشحون من نتيجه المباراه، مجهود والعامل النفسي ممكن يجي اول مره او بديل، دي كلها ممكن تؤدي كظروف نفسيه تعوق اللاعب طبعا في اداء بشكل كبير. فطبعا اللاعب بعد الاصابه احنا ممكن نقطه، ممكن اول الوسائل نقص البوتاسيوم، في بعض الحاجات اللي بتخش في الناحيه العضليه بيبقى فيها حاجات من دي برضه مهمه جدا في نوعيه التغذيه، نوعيه السوائل، نوعيه المعادن، طبعا نوعيه عدم النوم، الارهاق، الارهاق شديد، السهر بشكل كبير، طبعا التركيز في الالعاب اللي هي الجيمز طبعا يضعف اللاعب عن تفكيره، اللي هو اصلا ممكن ارضيه الملعب لها طبعا دور كبير جدا، اللاعب بينزل يصاب ممكن غصب عنه، ممكن لاعب يبقى جاهز ويصاب، ممكن اسباب ثانيه اخرى، ممكن ظروف نفسيه، ممكن ظروف اجتماعيه، غير اللي احنا قلناه كله الخاص بالرياضه، في ظروف اجتماعيه، ظروف نفسيه تؤثر على اللاعب. انا كده يعني ايه اتكلمت في نقاط كتيره جدا ممكن تخليها يبقى ده سبب من الاسباب. بالنسبه لكم حارس المرمى المناسب، طبعا لو احنا يعني برضه احنا هقول لابد ان السؤال يكون مرتبط بالمرحله السنيه، ليه؟ لان احنا في عندنا قياسات انتروبومتريه خاصه بالبراعم والناشئين وتحديدا الناشئين فما فوق، فطبعا دي كلها بتختلف من دي الى دي، لكن طبعا لو احنا جينا قلنا طول الحارس في الدرجه الاولى مثلا مناسب ممكن يبقى من مثلا 180 سم فما طالع. طب ما واحد يقول لي طب ما في حراس بيبقى طوله مثلا 175، يعني ما بداش اول ليميت، ما جابش اول درجه ل 180 مثلا او اعلى، خلاص افضليه طالع. لكن لو 175 عنده الجانب بيغلب على جانب الطول، يعني في لاعبين قصار لكن عندهم مهارات فنيه تكتيكيه ناريه عاليه جدا تؤهلهم، لكن طبعا الطول المناسب والحاجات دي قياسات بتتم، ولكن بيبقى فيه يعني ايه زي جدول مرتبط طبعا باعمار اللاعبين، كل عمر طبعا بيمشي مع نواحي معينه في الطول والوزن في قياسات انتروبومتريه بتتحط، لكن في الدرجه الاولى تحديدا الافضليه بتكون 180 فطالع، وممكن 175 لو مهاراته اعلى وبتغلب على الجانب الطول. لكن طبعا في الطول بيختلف، طبعا احب اقول بس ان الطول بيختلف من حيث القياسات للسن الصغير للسن الكبير، لكن طبعا بالنسبه للدرجه الاولى احنا قلنا ايه الرقم او الليمت بتاعه، لكن ما نقدرش نقول بقى الحراس لان طبعا دي طبعا عايزه مرجعيه طبعا عشان نجيب طبعا الطول المناسب لكل مرحله سنيه. اتفضل. نعم دكتور، شكرا جزيلا دكتور. في شكرا. نهاية الجلسة الأولى لليوم الثاني للملتقى الكريم العلمي نتقدم بجديد الشكر والامتنان لكم دكتور شكرا والي جزيلا يحيى أحمد، نلتقيكم بعد قليل، مع السلامة دكتور. شكرا جزيلا، في أمان الله، في أمان الله.